الواحد أمين. من سفر المزامير المزمور 127، المزمور 127 ترنيمة المصاعد لسليمان. إن لم يبني الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون، إن لم يحفظ الرب المدينة فباطلا يسهر الحارس. باطل هو لكم تبكروا إلى القيام، مؤخرين الجلوس، آكلين خبز الأتعاب، لكنه يعطي حبيبه نوما. هو ذا البنون ميراث من عند الرب، ثمرة البطن أجرة، كالسهام بيد جبار، هكذا أبناء الشبيبة. طوبى للذي ملأ جعبته منهم، لا يخذون بل يكلمون الأعداء في الباب. الليلويا. مزمور آخر من مزامير المصاعد، وزي ما احنا شايفين في المقدمة ان الاحتمال الكبير اللي كتب هذا المزمور هو سليمان الملك لما جه يبني الهيكل في مدينة أورشليم. تعرفين ان الهيكل بني عدة مرات، سليمان بناه وبعد كده دمر وخرب في سبي بابل، وبعدين رجع نحمية وعذرة وزروبابل وابتدوا يعيدوا بناء الهيكل مرة ثانية، وبعدين جه أنتيخوس أبيفانيوس هد الهيكل، وبعدين هيرودس الكبير أعاد بناؤه وعمل عيد لبناء الهيكل اسمه عيد التجديد. لكن في أصل بناء الهيكل كانت الفكرة موجودة في قلب داود، واللي نفذ الفكرة سليمان ابنه. وهو بيبني البيت كانت دي المشاعر اللي موجودة جواه. إذا ما كانش ربنا هو اللي هيبني يبقى مفيش فايدة من البناء حتى لو تم البناء ده هو. وما كانش ربنا هيحرس يبقى مفيش فايدة من كل التعدادات واستحكامات الإنسان. اللطيف ان البيت اللي بيدور حواليه معنى هذا المزمور يرمز لحاجات كتيرة. البيت ده ممكن يكون ايه؟ نفس البشرية في امكانياتها، في وجودها، في حياتها. البيت ده رمز للكنيسة. ان ما كانش المسيح هو اللي هيبني الكنيسة وهو اللي هيحافظ على الكنيسة وأبواب الجحيم لن تقوى عليها، مش بقوة الناس اللي فيها لكن بقوة المسيح اللي مبني عليه الكنيسة. الأسرة الصغيرة، العيلة، يرمز إليها هذا البيت. إن ما كانش ربنا هو اللي هيبقى مكون هذه الأسرة وربنا هو محور حياة الزوج والزوجة والأولاد، يبقى مهما حققت العيلة ده هي من غنى، من مجد، من علم، لكن لو ربنا مش موجود فيها تبقى ولا حاجة. لكن المعنى الأجمل من كل هذه المعاني، زي ما احنا عارفين ان المزمور ده اتحط في صلاة الغروب، وقلنا ان صلاة الغروب في معناها ايه؟ الوقت اللي حصل فيه انزال جسد المسيح من على الصليب. يبقى اذا المعنى الجميل اللي مخفي عنا ان هذا البيت هو جسد المسيح. المسيح نفسه قال لليهود انقذوا هذا البيت وانا في 3 ايام ابنيه، وبعدين يعلق يقول قال هذا عن هيكل جسده. وفعلا ان جسد المسيح اللي بناه مين؟ الله القدوس المولود منك. ومين اللي حرس هذا الجسد من الفساد؟ ان هذا الجسد لن يرى فسادا، الله برضك. فان لم يبني الرب البيت فباطلا تعب البناؤون، وان لم يحرس الرب المدينه فباطلا سهر الحراس. فالمعنى الجميل ان هذا البيت اشاره للنفس البشريه، اشاره للعيله، اشاره للكنيسه، اشاره لجسد المسيح اللي بني بواسطه الروح القدس واللي حفظ من الفساد ايضا بواسطة الله. وكأن الكنيسة في نهاية اليوم برضك بتلفت نظر الانسان ان مهما كنت انت من عامل ومجتهد ونشيط
ومحقق لنجاحات كتير طول اليوم، فاعرف ان النجاح اللي حققته هو مش من ذاتك. النجاح اللي حققته ده عطية من مين؟ من ربنا. لان ما كانش ربنا يديك النجاح، ومش بس يديك النجاح ويحافظ لك يحرس لك هذا النجاح، يبقى ملوش اي قيمة ولا اي معنى ولا اي دوام. ان لم يبني الرب البيت فباطلا يسعى بالبناؤون. مش معنى كده انه بيلغي جهد البنائين وتعب البنائين وبيقول ان ملهوش لازمة، لا، ده لازم البنائين يتعبوا، ولكن حاطين رجائهم وثقتهم ونجاحهم على الله. ان لم يحفظ الرب المدينة فباطلا يسهر الحراس. مهما اخذ الانسان من احتياطات عشان يحامي عن نفسه او يدافع عن نفسه، ان ما كانش الله موجود في حراسته اللي حيتم بردك. بيقفل بالمفاتيح وبالترابيس، واللي ربنا عايزه يتم بيتم. فاذا هي ارادة الله مع تعب الانسان او مع جهد الانسان، بتضع الكنيسة في نهاية اليوم، انك حتى وانت بتختم يومك حاطط اتكالك وثقتك على ربنا. باطل يعني بلا فائدة، باطل يعني ملهوش دوام، ما يقدرش تاخده معاك في الحياة الأبدية. أي نجاح أو أي حفظ بتحققه لوحدك هنا على الأرض ما يقدرش تاخده معاك في السماء، لابد هينتهي معاك هنا على الأرض. باطل هو لكم أن تبكروا إلى القيام مؤخرين الجلوس، أو في ترجمات تانية مؤخرين الرقاد. الرقاد يعني النوم، يعني مهما صحيت من بدري ومهما اتأخرت في النوم وحبيت تطول فترة جهدك وتعبك وعملك، لكن إيدين ربنا مش معاك فهي باطل لا تدوم. عشان كده يقول بركة الرب تغني ولا يزيد معها تعب. أن تبكروا إلى القيام مؤخرين الجلوس آكلين خبز الأتعاب. طب ما هو كل واحد مكتوب عليه بعرق جبينك تأكل خبزك، لكن خبز الأتعاب المقصود بيه مش بعرق الجبين، المقصود بيه خبز الهم والقلق. الناس بتشتغل صبح وظهر وليل لكن قلقانة مهمومة، اللي معاها مش مكفيها لتطلعاتها او الطموح بتاعها، عايزة اكتر. فبيقول مهما عملت، انك صحيت بدري من قبل الفجر ونمت متأخر بعد نص الليل علشان تحقق لنفسك الامن والطمأنينة وتقضي على القلق والهم في حياتك، فما كانش ربنا هو اللي هيبارك في خبز يديك، فده خبز التعب. انت بتتعب لكن مفيش ضمان لهذا التعب، وهذا التعب لا يستطيع انه يستمر معاك. ده في ناس بتقوم قبل الفجر عشان تروح اعمالها. في المعنى الجميل، انتوا عارفين المسيح قام في الفجر، في فجر الايه؟ الاحد. فاي انسان بيحاول يعمل قبل قيامة المسيح او بدون قيامة المسيح، كل الاعمال اللي بيعملها باطلة، حتى لو كان بيصوم وبيصلي وبيشتغل وبيعمل مطنيات وكل حاجة. عشان كده بتحرص الكنيسة ان صلاتي تبقى في المسيح، صومي يبقى في المسيح، تعبي يبقى في المسيح، جهادي يبقى في المسيح، علشان يبقى فيه نفع من التعب ومن الجهاد اللي انا بجهده. لكنه يعطي حبيبه نوما. الانسان اللي بيحبه ربنا وفي علاقة وفي عشرة بينه وبين ربنا، ربنا يديله نوم. يعني ايه يديله نوم؟ مش يعلمه كسل، لكن يديله حياة اطمئنان. ياما الناس بسبب القلق والخوف والتفكير تتمنى انها تنام ومش قادرة تنام، لكن اللي وضع ثقته في ربنا
اللي بيتعب وايده في ايدين ربنا ده اللي يستطيع انه ينام مطمئن وثابت. يعطي بالرغم من نوم حبيبه حتى. يعني ربنا بيدي الانسان حتى لو كان حبيبه مش قادر يعمل حاجة. لان الله يعتني بكل احبائه. هو ذا البنون ميراث من عند الرب. كما هو معروف في البركة عند اليهود ان الانجاب هو اكبر عطية من الله للانسان. ان الانسان يبقى له ابن او يبقى له ثمر البطن ده اعظم عطية. لان كان كل الناس مستنين مجيء المسيح من نسلهم. وكان المرأة التي لا تلد او الرجل الذي لا يستطيع ان ينجب يبقى في عار عظيم. فهنا بيقول هو ذا البنون ميراث من عند الرب. ده الميراث اللي ربنا بيسيبه للانسان اللي بيحبه. ان يجعل ليه ثمرة. ثمرة البطن اجرة. مكافأة. الانسان اللي عايش مع ربنا لازم الله يديله ثمرة تستمر معاه. كسهام بيد جبار هكذا ابناء الشبيبة. ابناء الشبيبة يعني الابناء اللي انجبوهم في فترة الشباب. الشبيبة غير الشيبة. الشبيبة غير الشيبة. الشبيبة يعني الشباب. لان معروف ان الابن اللي يتولد من اب كبير في السن غالبا يعني او نسبة كبيرة منهم بيبقى فيه عيوب ويبقى فيه اضعاف او امراض وراثية معينة. فبيقول ان هؤلاء الابناء اللي ربنا بيديهم ثمرة وعطية كسهام بيض جبار. السهم ده بيطير بسرعة ويخترق. وخصوصا لو كان مضروب بايدين جبارة بايدين قوية. يبقى الانسان مش بس متمتع بثمرة بطنه لكن الانسان كمان فرحان بيها لانها قوية. فالله يفرحه كسهام بيد جبار هكذا ابناء الشبيبة. طوبى للذي ملأ جعبته منهم. جعبة اللي هي الجرابة اللي بتحط على الظهر ويحوشوا فيها السهام وكأنه حاملهم على كتفه. فبيقول يا بخت الانسان اللي عنده ابناء كتير زي السهام اللي مضروبة بيد الجبار. لا يخذون ما يتكسفوش بل يكلمون الاعداء في الابواب. كلمة الابواب او في الباب اشارة لحاجات كتيرة. ممكن يكون باب البيت. العدو ده انسان غريب مش حبيب. فلما يجي يتكلم ما يدخلهوش البيت. يوقفوه على الباب. انت عايز ايه؟ ممنوع الدخول. ما تتخطاش. زائد ان الباب ابواب المدينة باستمرار كانت موضع القضاء. يعني لما تبقى فيه خصومات كان يخرج الملك زي ما شفنا ايام داود ويقعد عند باب المدينة وينصف ما بين المتخاصمين. فالانسان اللي عنده ابناء دول بيسندوه. يبقى معتمد عليهم. ما يتكسفش بسبب انه ليه قوة. يقدر يكلم اعدائه ويتخاصم معاهم. يمنع الاعداء من الدخول الى الداخل. لانه هو قادر وقوي. زي ما بيقولوا يعني الاولاد بتوعه دول عزوة بتوعه. طب والانسان اللي ما عندوش اولاد او الانسان اللي ما اتجوز المزمور ده ما ينطبقش عليه. نشوف مثلا زي الرهبان انبا انطونيوس ولا ابو مار كان ليه ابناء بالالاف وابناء زي السهام اللي في يد الجبار. فالمقصود مش بس المعنى الجسدي لكن ايضا مقصود بالابناء المعنى الروحي. يكلمون الاعداء في الابواب يمنعوهم من الدخول. والابواب دي ممكن تبقى في الانسان الحواس. الحواس دي البيبان اللي بتخش منها الاعداء. والاعداء اللي هي الافكار الشريرة الافكار الخاطئة. لكن الانسان اللي في ايديه
او ليه ثمرة، ونقدر نقول الابناء دول هم كلمة ربنا اللي زي السهام تخترق. الانسان اللي ليه كلمة ربنا في حياته تقدر يمنع الاعداء الافكار الشريرة منها تخش من الباب، لان معاه كلمة ربنا القوية اللي يقدر يصد بيها كل هجوم وكل عداوة وقساوة وتجبر. فالمزمور بتاع سليمان بيتكلم على انه هو بيبني الهيكل حاسس مش انه بيبني الهيكل من نفسه، ده ايدين ربنا هي اللي هتبني وايدين ربنا هي اللي هتحمي. عشان كده الكنيسة بتحط لنا هذا المزمور في نهاية اليوم عشان تقول اذا كنت حققت حاجة النهاردة فاعرف ان الحاجة اللي انت حققتها دي عطية من ربنا ليك، وثانيا ان اللي يحافظ لك عليها ويحرس لك قالك هو مين برضك؟ هو الله.